صدى الشارع. بدنا نعرف ايش اللي عم يصير. اي رح تاثر. رايي ما رح يتغير شيء. طبعا لم تحدث احداث. والله ما بعرف فرق ايش اللي صار. اي طبعا. لا انا متفق معها 100%. اكيد لا. صدى الشارع. صدى صوتكم. أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الشارع على هوا راديو روزنا، وأيضا عبر خدمة البث المباشر على صفحة روزنا الرسمية في فيسبوك. على خلفية السجال والجدل الحاصل في الأيام القليلة الماضية بين المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي وأيضا الإعلامي السوري المعروف والشهير أيضا فيصل القاسم حول موضوع ما حصل في سوريا. في تغريدة بدأت من قبل فيصل القاسم الإعلامي السوري تحدث فيها وانتقد فيها نظام الحكم في الجزائر، رد فيها حفيظ دراجي لمن لا يعرف القصة بسرعة سأحاول أن ألخص. حفيظ دراجي رد بأنه على الأقل نحن لم ندمر أوطاننا لأننا خرجنا ضد رئيسنا، وهنا بدأت الحكاية. على خلفية هذا الانتقاد وأيضا الحملة الإلكترونية ضد حفيظ دراجي طرح سؤال من قبل السوريين، وهو سؤال يتكرر على مدار الأعوام الفائتة، وهو ما سنناقشه معكم في حلقة اليوم من برنامج صدى الشارع. ما الذي تعرفه الشعوب العربية عما حصل في سوريا؟ سؤال يطرح منذ سنوات. ما نظرة العرب للواقع في بلادنا؟ هل هم مضللون، مغيبون، عارفون؟ ما حجم اطلاعهم على الأحداث، على الواقع، على ما حصل في سوريا منذ 2011 حتى اليوم؟ ما رأيكم أنتم حسب مشاهداتكم أو ربما حسب احتكاككم مع مواطنين عرب، ملاحظاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت؟ هذا هو موضوع نقاشنا في حلقة اليوم من برنامج صدى الشارع. إذن بانتظار استقبال اتصالاتكم شاركونا الاتصال، نود أن نستمع لرأيكم، لوجهة نظركم حول مدى معرفة الشعوب العربية لما حصل في سوريا. هل هي مطلعة؟ هل هي عارفة ما الذي حصل في سوريا؟ هل هي مضللة؟ هل هي مغيبة؟ هل هي عارفة وصامتة؟ يعني في انقسام بالآراء خلال الأيام القليلة الماضية لمن أتى على نقاش أو كتب عن هذه الزاوية. نود في هذه الحلقة بأن نستمع لرأيكم أنتم. أعتقد بأن السؤال أيضا يطرح بين السوريين على مدار السنوات الماضية. إذن يمكنكم المشاركة واتساب اتصال ورسائل 0-90-35-052-38، اتصال أرضي من تركيا 0-854-47-65. إذن هذا هو موضوع نقاشنا في حلقة اليوم. لا تترددوا أبدا بالمشاركة والاتصال معنا. عبد الرزاق اتصال من مدينة غازي عنتاب. عبد الرزاق أرحب فيك على هواء راديو روزنا. رأيك أنت اليوم المواطن العربي، الشعوب العربية حسب أنت المؤشرات اللي عندك، ما الذي يعرف عن اللي حصل في سوريا؟ هل هو مطلع بشكل جيد؟ هل هو مغيب، مضلل، أم يعرف بشكل دقيق ما حصل في سوريا؟ السلام عليكم بداية أستاذ محمد. أهلا يا عبد الرزاق. أهلا. بحب أقول لك لا، وبيعرف، بيعرفه كويس. يعني مثل حفيظ دراجي ما بيعرف القضية السورية، بيعرف القضية السورية. القضية السورية صارت عالمية مشهورة، يعني ما في حدا ما بيعرف فيها وما بيعرف مين الظالم ومين المظلوم. وهو حفيظ دراجي هو دائما سبحان الله مع الطغاة. هو يعني هو عم بيفهمنا انه انا مع الطغاة، ماني مع الشعب السوري.
او مع الشعب الجزائري حتى. هذا رأيك عبد الرزاق ورأي شريحة من السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. صار في تعليقات على صفحة المعلق الجزائري، أنوه دوما بأنه روزانا لا تتبنى أي رأي. تفضل يا عبد الرزاق، من الضروري بأنه نذكر ذلك. صحيح، هو بالذات يعني حبيب الرازي، يعني انت اذا بدك تحكي يا احكي بانصاف، يا اما انت تكون محايد، يا تكون ميال لاي شيء، يعني انت احكي باختصاصك. طيب بشكل عام، بشكل عام عبد الرزاق، يعني بعيدا عن ربما المنطلق للنقاش اليوم هو ما حصل بين المعلق الجزائري والإعلامي السوري، هذا دفع عدد من السوريين لأنه يذهبوا للإطار العام، وهذا ما ذهبنا له في حلقة اليوم من صدى الشارع. الشعوب العربية هل هي عارفة؟ ذكرت لي بأنه أي مطلعة بشكل جيد. مطلعة الإعلام والسوشيال ميديا كله واضح، وصل كل الفيديوهات للقضية السورية، معروفة أنه الحرب بيني واضحة، أنه هي بين الرئيس وبين الشعب، يعني ماي مع دولة خارجية، ماي مع دولة غازية، ماي مع كذا، يعني هي واضحة الأمور. حتى كل الأمم المتحدة وكل الدول وكل الناس عرفت، الفاصي والداني عرف أنه نحن مشكلتنا مع رئيس، مو مشكلتنا مع دولة ثانية أو مع عدو. طيب عبد الرزاق، ممكن يعني أحد يقول لك بأنه أنت لأنك سوري عم تحكي هيك، يعني أنت سوري مطلع على الوضع، لكن في شعوب عربية موجودة بمدن كبيرة يشغلها همها اليومي، الوضع عندها لا يفرق كثيرا عما يحصل في سوريا بهذا الشرق الأوسط أو البلدان العربية التي تعاني من الفقر وغياب الحريات. هناك بلدات وقرى نائية أيضا لا يصلها ما حصل في سوريا، وإن وصلها فقد يكون مضلل. تتفق ولا تختلف مع وجهة النظر هذه؟ والله يعني إذا في قلة قليلة جدا، معنى أنا بعيد، معناه ما عنده لا كهرباء ولا إنترنت، يعني ما في شيء. يعني الحدث السوري فارض نفسه، القضية السورية فارضت نفسها مو سنة سنتين، هو العشر سنين تقريبا. ما معقولة يعني ما حدا يعرف. أحيانا في ناس يفرحوا بتصريحات مقصودة، يعني بيحاولوا يجاملوا الدولة، بيحاولوا يجاملوا الرئيس، يقربوا منه، خصوصا هذول الناس اللي بالواجهة. يعني نحن شفنا كثير منهم، صار ظهر منهم كثير، يعني سبحان الله. طيب يعني أشكرك جزيلا، شكرا عبد الرزاق. عبد الرزاق، أدعوك أنت وكل المستمعين بأن يعني تطلعوا، تستمعوا، تشاهدوا لمن يشاهدنا. راح أذكر بعض الأرقام ربما تعطي مؤشر استئناس لدى البعض حول الرأي العام العربي حول ما حصل بسوريا. هذا واحد من المصادر، ودوما أذكر بأنه باب المشاركة لمن يرغب اتصال واتساب ورسائل 0-90-35-0-52-38، اتصال أرضي من تركيا 0-850-4-47-65. في استطلاع المؤشر العربي اللي يجري المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يعني ب 2013 و2014 و2015 كان في سؤال واضح عن الأحداث في سوريا، عن الثورة السورية، عن موقف من جرى استبيان آرائهم، موقفهم من وجود الرئيس الحالي للنظام السوري بشار الأسد على رأس السلطة. الأرقام يعني جيدة، ومن الجيد بأنه نطلع عليها. في عام 2015، رح أرجع بعدين ل 2014 و 2013، خليني أخذ من الورق. الأزمة السورية وتطوراتها حسب المركز العربي للأبحاث تعتبر أحد أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية. في استطلاع عام 2015 تم سؤال من دون إعطاء خيارات مسبقة على المستجيبين، وهو برأيك ما هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية؟ والهدف من ورائه هو التعرف على آراء الخاصة للمستطلعين بمسألة كيفية حل الأزمة السورية. يلخص يعني الإجابات بأربع اتجاهات، وأنوه بأنه الاستطلاع شمل 18,000 مستجيب بالوطن العربي ب 12 بلد عربي، ويقول القائمون على هذه الاستطلاعات بأنها هي
الأضخم في المنطقة العربية لمسح الرأي العام في البلدان العربية. الاتجاه الأول من 18,000 بعام 2015 يرى بأن الحل للأزمة السورية يكمن في تغيير النظام السياسي الحاكم، وتعبر عن هذا الرأي أكثرية الرأي العام في المنطقة العربية بنسبة 62%. إذن 62% من 18,000 يقولون في عام 2015 حسب المركز العربي للأبحاث بأن الحل الأمثل هو بتغيير النظام. النسبة اللي بعدها 12% ترى بأن الحل هي بالقضاء على الثورة والمعارضة. 9% تقول بأنه القضاء على داعش أولا ثم توافق الأطراف السياسية على حل الأزمة. 8% تقول بأنه الحل السلمي بمشاركة جميع الأطراف. 8% قالوا لا أعرف أو رفض الإجابة، و1% قالوا إجابات أخرى. إذن 62% قالوا بأنه الحل الأمثل هو بتغيير النظام الحاكم في سوريا. كان في عدة مقترحات راح أذكرها حسب التقرير، لكن خلوني أروح لاتصال من جمعة. جمعة رحب فيك على هوا راديو روزانا في برنامج صدى الشارع. رأيك بموضوع النقاش اليوم، الشعوب العربية إلى أي حد مطلعة؟ ما الذي تعرفه؟ هل ترى بأنه الحاصل في سوريا هو ثورة ضد نظام ديكتاتوري؟ هل هي حرب أهلية؟ هل هي مجموعات إرهابية هاجمت نظام حاكم في سوريا؟ هل هو نظام حاكم في سوريا يتعرض لمؤامرة من الدول الغربية ومؤامرة كونية؟ ما رأيك أنت؟ أستاذ محمد، الرأي لأي شعب عربي حسب توجه الدولة تبعيته، عم بتصور لهم إياه مثل ما بدهم يشوفوا، وعم يكون مثلا في تسليط إعلامي على قضية معينة ليبينوا للشعب إنه والله الوضع بسوريا مثلا كذا كذا، مثل ما شفنا كمان بقضية تطبيع الإمارات مع الصهاينة. كذلك الأمر فرجوا للشعب الإماراتي وللشعب السعودي إنه والله الفلسطينيين هن اللي باعوا أراضيهم، لحتى والله إنه نحن مضطرين الله حتى نتعامل معهم. أنا إن أصحاب القضية باعوا، وحتى بنفس الموضوع كمان سوريا. فإذا كان نظام جزائر مثلا عم يحاول يرجع مثلا مقعد سوريا للأمم للجامعة العربية، فأكيد في مصالح سرية بيناتهم عم يحاولوا يلمعوا لهذا الشيء مثلا، لحتى يصير قضية الرأي الشعب المحلي مثلا إنه بهاي الدولة إنه خلص مع رأي الدولة، فأي شيء تاني ما بيعود بيأثر عليهم أبدا، غير لما يكون مثلا لا في انتفاضة، لا نحن راح نوقف مع الشعب السوري المظلوم، فهون الدولة بيضعف مثلا رأيه وما بيعود إلى قرار. فأنا برأيي تسليط الدولة. هل أنت ترى، هل ترى يا جمعة بأنه اليوم ما تقوله أو سياسات الحكومة تعكس الرأي العام بهذه الدولة ولا لا؟ يعني ليس بالضرورة بأنه السياسة الخارجية للدولة تجاه ملف ما أو قضية ما يمثل أو يعكس المزاج العام في الشارع بهذه الدولة. أكيد أكيد، كل يعني كل شيء بتمارسه أي حكومة عربية، يعني أنا بشوف إنه مو شرط إنه يكون ينطبع على آراء الشعب يعني الموجودة بنفس الدولة. أبسط مثال مثلا عندك جمهورية مصر العربية، كان بزمان الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وخصوصي تعاملهم مع الفلسطينيين كيف كانوا يقطعوا عليهم طرقات التهريب من غزة، وهن كانوا محاصرين يعني من أقرب دولة عربية لهم ومن ضمن الاحتلال الصهيوني، والشعب المصري هو أكثر شعب بيحب الشعب الفلسطيني، بس الدولة كانت ضد الشعب الفلسطيني بهيك مواقف. فأنا بشوف لا، الدولة ما بتمثل آراء الشعب يعني بهيك مواضيع. أشكرك جزيل الشكر يا جمعة على اتصالك، أتمنى لك يوم سعيد. أذكر بأنه باب المشاركة مفتوح لمن يرغب، واتساب اتصال ورسائل 0993502538، اتصال أرضي من تركيا 0850447465. إذن بمسح الرأي العام اللي أجرى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لنحو 18,000 مواطن عربي ب 13 دولة أو 12 بلد عربي،
62% مثل ما ذكرنا قالوا بأنه التغيير السياسي لنظام الحكم في سوريا هو الحل الأمثل للأزمة في سوريا. قدموا عدة مقترحات: تنحي بشار الأسد عن السلطة السياسية وتقديمه للمحاكمة، إسقاط نظام الحكم بجميع الوسائل، دعم الشعب السوري وثورته بالسلاح حتى يواصل مقاومته للنظام الحاكم، توحيد المعارضة والاستمرار في مقاومة نظام الحكم، إجماع دولي لإجبار الأسد على التنحي، تدخل عربي عسكري أو سياسي لتغيير النظام، استمرار الثورة وانتصارها. الاتجاه الثاني اللي كانت نسبته تقريبا 12% واللي رأى بأنه القضاء على الثورة هو الحل الأمثل لأنهاء الأزمة في سوريا، يتمثل مقترحه بأنه القضاء على الثورة المعارضة والجماعات المسلحة، إيقاف الدعم الخارجي الذي تحصل عليه القوى المعارضة. وكان في طرف ثالث نسبته 10% يرى بأنه حل الأزمة السورية من خلال عملية سياسية سلمية تشارك فيها الأطراف جميعا. حسب أيضا هذه الدراسة بعام 2015 تشير اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو الحل الأمثل للأزمة السورية إلى تباينات بين بلد عربي وآخر. فعلى صعيد اقتراح القضاء على الثورة باعتباره حلا أمثل للأزمة السورية، فقد أيد نحو 5 المستجيبين في كل من لبنان والجزائر والعراق هذا الخيار، فيما كانت النسبة 15% في المغرب و14% في فلسطين و12% في الأردن و10% في الكويت. أما على صعيد نسب المستجيبين الذين اقترحوا تغيير نظام الحكم باعتباره حل أمثل للأزمة فأيضا تباينت بين بلد وآخر. توافقت أكثرية المستجيبين على ذلك في الأردن وموريتانيا ومصر وفلسطين والسودان والسعودية والمغرب والكويت والجزائر. خلونا نريح شوي من الأرقام، لكن هي أرقام مهمة وهذه استطلاعات وهذا مسح رأي عام. يقول القائمون عليه المركز العربي بأنه هامش الخطأ في يكاد يكون معدوم بين 2-3%. في 2020 آخر مؤشر عربي أصدره المركز يعني ما كان في هذا السؤال حول الرأي من استطلع أو من شملهم الاستبيان حول ما يحصل في سوريا. ب 2020 كان في 28,000 شخص جرى سؤاله ب 13 بلد عربي و900 باحث وباحثة و69 ألف ساعة عمل. هذا حتى نعطي يعني انطباع للمستمع والمشاهد الإحصاءات والمصادر التي اعتمدنا عليها في هذه الحلقة حتى تعطي انطباع عام ومؤشرات عامة. الآن نذهب لنستمع لما قالوا عدد من السوريين في مدينة إدلب. سألهم مراسلنا محمد القاسم عن موضوع النقاش في حلقة اليوم حول مدى معرفة الشعوب العربية عما يحصل في سوريا وما الذي يعرفونه. دعونا نستمع للإجابات ومن بعدها نكمل الحلقة. قسم ايه وقسم لا، فاللي صار الضجه والمعلق بالقدم حقيقه الدراجي هن بعيدين عنا تمام، والشيء اللي عم يصير هون ما بيشوفوه ابدا، يعني بيشوفوه تقريبا بجوز مثل ما نحن بنشوف الاخبار مثلا شيء عم يصير بالصين، شيء عم يصير مثلا باوكرانيا تمام. الشعوب العربي ما بظن عم يتابعوا اخبارنا، ما بيهمهم. كل مين ربي اسالك نفسي. امبارح واحد ليبي على قال انه سمعت تركيا بدها تصالحكم عن نظام الاشرع يكون، فانا قلت له مستحيل. نحن قلت له نحن بدنا 5 مليون مستحيل، يعني حتى لو قتلنا يعني. وباقي الشعوب العربية لا، كلياتها ما يمغيبين، بتعرف انه نحن مظلومين، انه نظام الاسد عم يقصفنا، انه نظام الاسد قتل منا مليون واعتقل منا، وكلهم بيدعونا يعني. احنا عم بيشوفوا على التلفزيون على وسائل النقل النت الفيس الواتس كل شيء عم بيوصل شو عم بيصير عنا هون ومبين كل شيء. الشعوب العربية كلها مغيبة بسبب الرؤساء والحكام الموجودين. ما بريده الشعب يعرف ايش عم يصير باي دوله لما تنقلب عليه الآي ويصير ثورات ويتركوا الكراسي. اكيد حال مغيبين وبيعرفوا ايش عم يصير
ان كان شعوب ولا حكومات ولا رؤساء، تمام، كله بيعرف ايش عم بيصير عندنا بسوريا. الشعوب ما طالع بيده شيء، الله يساعد. شخص مثل حديد الدراجي عنده هاي الكميه الهائله من المتابعين ومحبوب في جميع الوطن العربي، فلما بيحكي كلمه اكيد راح ياثر سلبا علينا، هذا شيء طبيعي. انا كنت من عشاق حديد الدراجي، فانا متابع لريال مدريد، وكنت المباراه اللي دخلت حديد الدراجي فانا تكون يوم المنى مبسوط كثير، فعكس هلا صار عكس الشيء هذا. طبعا هن بيعرفوا كل شيء عم بيصير بسوريا، بس ولكن الحكومات المستلمه هن اللي ما عم خليهم يتنفسوا بأي موضوع انه بسوريا يتصرفوا، عرفت شلون؟ وما بيريدوا شعوبهم يتداخلوا بهيك امور. طبعا ما مغيبين، وحتى يعني الحكام العرب هن الاعلام اللي عم يغيب الموضوع هذا عنه، لا ما في حدا بالشرق والغرب الا ما بيعرف انه الاوضاع بسوريا، يعني اكيد يعني ما في حدا مغيب. برأي الشعوب العربيه مضلله اعلاميا من قبل الأنظمة الحاكمة اللي عندها مثل الإمارات، مثل مصر، عندك الله محمد والله أعلم البحرين، فالبدون إياه بفرجوهن إياه، ما بدون إياه ما بفرجوهن إياه. عندي أصدقاء من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من مصر، كتير كتير كتير، الشعب المصري طيب وبحبنا وكلهم يدعونا. لحد الآن ما شفت واحد مثلا قال لي أنا بحب نظام الأسد يعني أو حكومته يعني، وأنا برأيي كل الشعوب بتحبنا يعني، كانت السعودية كتير، الكويت، ليبيا، شعوب اغلبها يعني، حتى في لبنان يعني، حتى في مدينه في طرابلس في لبنان كثير والله بكلموني بقول الله يسركم ويفتح عليكم. إذن هذه كانت آراء عدد من المدنيين في مدينة إدلب. مستمرون في النقاش معكم، نستقبل الاتصالات عبر الواتساب 0993502538، اتصال أرضي من تركيا 0850-4-47-65، مع اتصال من أحمد نور من مدينة إسطنبول. أحمد أرحب فيك على هواء راديو روزانا. اليوم نحن ب 2022، يعني مضى 11 سنة منذ أن بدأت الثورة السورية، طرأ تغيرات كبيرة في الواقع بسوريا على الأرض السورية. قد يقول قائل بأنه هذه الأرقام اللي ذكرناها ربما أيضا طرأ عليها تغيير في ظل محاولة تعويم النظام السوري، تطبيع العلاقات معه، أيضا عدم الأولوية بالنسبة للحدث السوري مقارنة بأحداث أخرى بالنسبة للإعلام العربي. هل هذا يؤثر اليوم تجاه نظرة الشعوب العربية للوضع في سوريا، الاهتمام بما يحصل في سوريا، وبالتالي قد تستقبل أخبار مضللة، قد يكون رأيها مغاير عن السابق؟ وقتك يعطيك العافية. أهلين يا أحمد. هلا بالنسبة لهالموضوع يعني ما في شيء مخبى، يعني فعليا ما في شيء مخبى على الشعوب العربية، لأني هلا كله صار واضح على السوشيال ميديا، وكل الإجرام وكل الظلم وكل القتل اللي عم يصير كله واضح على السوشيال ميديا، ما في شيء مخبى. ونحن عنا إعلاميين أحرار عم بينقلوا كل شيء على السوشيال ميديا أول بأول، يعني عم يوصل للعرب. أنا برأيي ما في شيء سوري. عم يوصل للكل، حتى للأوروبيين عم يوصل، يعني ما في شيء مخبى. يعني لا حدا يقول لك والله إنه الشعوب العربية مقموعة ما عم يوصل أخبار. الشعوب العربية هلأ كلها صار عندها تكنولوجيا، وصار عندها فيسبوك وعندها يوتيوب وعندها كل شيء، وما في شيء مخبى، بس مو طالع بإيدهم شيء، عرفت كيف؟ يعني ما طالع بإيدهم غير إنه يدعو مثلا للشعب الفلاني، للشعب السوري أو للشعب العراقي أو للشعب الفلسطيني. أصلاً أساساً نحن عنا الشرق الأوسط بشكل عام، الدول العربية كلها قمع باستثناء الكويت وتونس، صار عندهم شوية ديمقراطية، هدول فيهم ديمقراطية، بس الباقي كله قمع، يعني ما في ديمقراطية بالشرق الأوسط يعني بشكل عام. حتى أخذ منك نقطة وأستغل يعني الوقت، في رأي أيضا طرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل يعني المعارضة السورية، ربما أيضا يحمل النظام السوري بأنه هو لم يوصل حقيقة ما حدث في سوريا للشعوب العربية.
هل في تقصير ولا لا؟ يعني مثل ما ذكر أحد المستطلع آرائهم بإدلب بأنه من الشرق إلى الغرب كل العالم يعرف ما يحصل في سوريا. واقعي هذا الكلام ولا في مبالغة لأنه إحنا سوريين؟ أكيد طبعا واقعي، ليش مبالغة؟ مو مبالغة، كل شيء مبين، كل شيء واضح، كل شيء عم بيصير، كل هالقتل وكل هالاعتقالات وكل هالظلم وكل هالدمار اللي صار كله واضح، ما في شيء مخبى، يعني كلام واقعي هذا. واصلا النظام نظام مجرم، يعني ما بيهمه رأي اي شعب ولا اي دولة، اللي بيهمه هو الكرسي. واصلا بالنهاية القرار الاول والاخير لامريكا، هي امريكا واسرائيل عم بيتلاعبوا بكل الدنيا. طيب احمد، اخر نقطة ورأيك ايضا بعجالة اذا نستقبل اتصال اخر. البعض يرى أيضا بأنه عدد من السوريين أو نسبة من السوريين تطلق أحكام معممة ضد شعوب ما أن يخرج صوت يخالف توجهاتها السياسية. لا. يعني مثل لا. اللي حصل بالأيام القليلة الماضية، في تعميم من قبل البعض ضد شعب ما، بالمقلب الآخر قد يرى مناصر للنظام السوري بأنه إن كان موقف حكومة داعم للثورة السورية فكل هذا الشعب هو متآمر على الشعب السوري. إلى أي حد في من هذا الأمر برأيك؟ أكيد طبعا طبعا، لا أكيد لا، يعني هلا إحنا ما فينا مثلا ما فينا نشبه شعب الإمارات في حكومته مثلا، ما فينا نشبه الشعب ولا شعب السعودية ولا شعب الدول العربية بشكل عام، ما فينا يعني ما فينا نظلم الشعب. الشعب أكيد دائما بيتعاطف مع شعب آخر، يمكن في نسبة، يعني ما فينا نقول كل الشعب، يمكن في نسبة بيكون يعني بيحب حكومته، بيحب الحكومات اللي مع حكومته، بس إنه نقول الشعب كله أكيد لا. الشعوب أكيد بتستعطف الشعوب الثانية. طيب ما فينا نظلم الشعوب الثانية. شكراً لاتصالك يا أحمد وعلى الأمور اللي أجبتنا عليها. يعني اقتربنا من نهاية الحلقة، راح أحاول قدر الإمكان بأنه أعطيكم أرقام. باستطلاع عام 2013 المؤشر العربي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول توصيف ما يحصل بسوريا، عرض الاستطلاع على المستجوبين خيارين: إن ما يجري في سوريا اليوم هو عبارة عن ثورة شعب ضد النظام، أو إن ما يجري في سوريا اليوم هو مؤامرة خارجية تستهدفها. 62% من المستجوبين رأوا بأن ما يجري في سوريا هو ثورة شعب ضد النظام، 27% رأى بأن الأحداث الدائرة هناك هي مؤامرة خارجية. معي اتصال من مهند. مهند، ما بقي معي الكثير من الوقت، أهلا وسهلا فيك على هوا راديو روزنا، رأيك بدقيقة إذا سمحت بموضوع النقاش. أهلا يا مهند، أنت على الهوا ومعك دقيقة أي 60 ثانية فقط لا غير. تحياتي أستاذ، كيف صحتك؟ أهلا يا مهند، تفضل. والله برأيي أستاذ يعني بالموضوع أنا هيك ما بعرف يعني بالأمور هاي، بس الأمور كله عم يعدي من تحت الطاولة، بس هذا الكلام اللي بدي أحكيه. أنت ما تلتقي مع مواطنين عرب، ما تشوف تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، هل ترى بأنه الشعوب العربية عارفة شو حاصل بسوريا؟ أكيد ما في شيء مغطى اليوم، بس اليوم إحنا كله طول يعني بالنسبة لنا، إحنا كشعب سوري يعني ما حد عم يضحي غير الفقير بس بالنسبة لنا يعني إحنا كوضعنا، بس أما إحنا وضعنا بين على كل الناس يعني على كل الدول بين. شكرا لك يا مهند على رأيك. أيضا المؤشر العربي بعام 2020 58% قال تنظر بإيجابية للثورات والاحتجاجات التي حصلت في 2011، 48% يرى بأن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر وسيحقق أهدافه بنهاية المطاف، 30% يرون بأن الربيع انتهى. من أصل 28 ألف أيضا ب 2020 حسب المركز العربي
تقييم سياستهم تجاه سوريا، سياسة أمريكا تجاه سوريا، 2% فقط رأوا بأنه جيدة جدا، 8% رأوا بأنه جيدة، 28% رأوا بأنه سيئة. تقييم سياسة روسيا تجاه سوريا 6% رأوا بأنه جيدة جدا، 15% رأوا بأنه جيدة، 21% يرى بأنه جيدة إلى حد ما. سياسة روسيا تجاه سوريا، سياسة أمريكا تجاه سوريا 10% فقط. تقييم سياسة إيران تجاه سوريا 9% رأوا بأنه جيدة جدا، 15% رأوا بأنه جيدة، يعني 24% ربع المستطلعة أرائهم يرون بأن سياسة إيران تجاه سوريا جيدة، 27% رأوا بأنه سيئة، 33% رأوا بأنها سيئة جدا. ختام الحلقة بشكل جدا سريع قبل ما أنقل نتيجة الاستطلاع اللي طرحناه في فيسبوك. بعام 2015 اقتراحات المستجيبين للحل الأمثل للأزمة السورية بحسب بلدان المستجيبين، من رأى بأنه الحل هو بتغيير النظام، رح أذكر النسبة حسب المركز العربي، السعودية 84% رأوا بأنه الحل بتغيير النظام، الأردن 79%، موريتانيا 78%، السودان 70%، والمغرب 70%، الكويت 65% رأوا بأنه الحل بتغيير النظام، الجزائر 63% رأوا بأنه الحل الأمثل بتغيير النظام، فلسطين 61%، مصر 50% رأوا بأنه الحل بتغيير النظام، تونس 44% بتغيير النظام، العراق 43%، لبنان 38%. طبعا بقية النسب تتراوح بين القضاء على الثورة والمعارضة وهي قليلة، بين 2% إلى 19% أكثر شيء بلبنان، وبالحل السلمي بين جميع الأطراف. حاولنا قدر الإمكان بأنه نذكر أرقام، اطلعنا أيضا على آراء شريحة عشوائية في إدلب، آراء عدد من المتصلين حول هذا السؤال: أين العرب؟ هل العرب يعرفون ما يحصل في سوريا؟ مغيبون مضللون؟ حاولنا في هذه النصف ساعة بأنه يعني نقدم أكبر قدر من المعلومات، الأرقام وأيضا الإجابات. الاستطلاع في فيسبوك سألنا الشعوب العربية مغيبة أم تعرف ما يحصل في سوريا؟ 57% ممن شارك بالتصويت يرى بأنه هي مطلعة على ما حصل في سوريا، و43% يرون بأنها مغيبة. أذكر بأنه أغلب الأرقام أو كل الأرقام اللي ذكرتها مركزها المؤشر العربي اللي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وصلنا لختام الحلقة بعد نصف ساعة تقريبا من الآن مع الزميلة ليلى ببرنامج ميكروفون. تقبلوا تحياتي أنا محمد الحاج وفريق العمل محمد القاسم، كاتيا وآش وديليار وكل من أسهم بإنجاز هذه الحلقة. نلقاكم يوم الجمعة القادم بموضوع نقاش جديد. دمتم بخير. صدى الشارع، صدى صوتكم.